أول مهرجان جهوي للإذاعة والتلفزة المدرسية بالجهة في جهة محملة بتاريخ متقل بالمجد الحضاري والثقافي وتراث من الإبداع والخلق في كل ميدان مبتكر، جهة تشمخ بعلمائها ومفكريها وشعرائها ومثقفيها ممن تركوا بصمات لا تمحى من ذاكرة هذا الوطن الكبير. أيها الحضور الكرام، إننا نصنع بالفنون حياة أخرى ونلقي عليها آمالنا وأحلامنا. حين نفكر فتمة إبداع، صوت، صورة في البال ترشدنا. إن لكل منا حكاية مع صوت أو صورة أو ذكرى أو لون أو لحن، ففي هذا نتشكل من جديد، نتشوف إلى تاريخ مجيد وغد مشرق. أيها الحضور الكرام، سعداء من داخل المديرية الإقليمية بالعرائش أن نؤسس لفعل تربوي آخر إلى جانب ما راكمناه هذا الموسم. الحديث هنا عن برنامج داخلية بيتي، الحديث هنا عن برنامج الكورال التربوي، الحديث هنا عن التلفزة الرقمية الأولى بالجهة تواصل تيفي، الحديث هنا عن الإذاعة المدرسية أثير التواصل، الحديث عن المجلة الرقمية التواصلية تواصل، والحديث عن لجنة عن مجلة محكمة في طريقها الآن، هي في مختبر الدراسة والتشاور، اختير لها من الأسماء رؤى. أيها الحضور الكريم، لولاكم لما كان هذا التوهج